نروح للناقد الفني استاذ احمد السماحي. مساء الخير على حضرتك يا استاذ احمد. شايف ازاي تناول رباعيات الخيام في مسلسل الحشاشين، والمقارنه والفارق ما بين هذا التناول وتناولها في الغناء كما غنتها كوكب الشرق ام كلثوم؟ مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. انا اولا انا شايف ان امين ابو حافه الموسيقار التونسي قدم موسيقى عالميه، مش موسيقى عربيه فقط ولكن موسيقى عالميه، من خلال تتر المسلسل من التترات اللي احنا لا يمكن هننساها لفتره طويله جدا من الزمن، واضافه حقيقيه لعالم التترات الموسيقيه. وده مش غريب على امين ابو حافه، اللي قبل كده اسعدنا بجراند اوتيل وهذا المساء ولا تطفئ الشمس وكانه امبارح وحلاوه الدنيا واهدى اللي صار وقصر النيل وممالك النار، يعني تاريخ كبير جدا قدمه امين ابو حافه من خلال تترات اللي وضع موسيقاها. واستمراريه لهذا النجاح يا استاذ احمد. بالظبط، واستمراريه لهذا النجاح جاء. واعتقد ان مسلسل الحشاشين هو تتويج لمسيرة 12 عام في مصر قدم فيه من خلالها أمين أبو حافة عشرات من التترات المميزة جدا اللي كانت من خلال أعمال درامية ناجحة جدا وكلها في الذاكرة الجماهيرية. هنا أنا كمان بحييهم لسبب مهم جدا، أن الرباعيات الخيام تم ترجمتها، أو أحمد رامي تم ترجمة الرباعيات عام 1924. يعني إحنا السنة دي بنحتفل بمئة عام على رباعيات الخيام. صحيح. على صدور رباعيات الخيام، ويمكن الحكاية دي محدش يلمسها قوي أو حاسس بها قوي، لكن إن إحنا نقدم رباعيات الخيام من خلال عمل جماهيري ضخم جدا ونشير إليها، فده عمل مهم جدا. أنا بس بأخذ عليهم بس غلطة بسيطة جدا في التتر، إن اللي بيغنيه وائل الفيشني هو اللي غنته سيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد التعديل. يعني بمعنى إيه؟ إن سيدة الغناء العربي أم كلثوم كانت طلبت من أحمد رامي إن هي تغير بعض الكلمات في المقدمة اللي بيغنيها وائل الفيشني، وبالفعل استجاب ليها أحمد رامي وغير. يعني مثلا يعني هي بتقول نادى من الحان غفاة البشر، هبوا ملأوا كأس الطلا. الطلا طبعا معروف ان هي الخمر، فام كلثوم ما كانتش تنفع تغني بعض الكلمات، فتم تغييرها في الـ عشان خاطر ام كلثوم تناسب المجتمع، تناسب المجتمع، وعشان ام كلثوم تغنيها. فجاء امين ابو حافه مع وائل الفيشني وقدموا نفس الرباعيات كما طلبت ام كلثوم تغييرها. كنت افضل ان هم يرجعوا الى الرباعيات الاصليه او ياخدوا منها، او كما ترجمها رامي في رباعياته الشهيره جدا اللي صدرت عام 1924. يمكن ده الملحوظة البسيطة لكن اللي أنا بقول عليها على بالنسبة للتتر، لكن التتر من التترات الموسيقى المهمة جدا. وعايز أقول حاجة بمناسبة ان احنا في بداية شهر رمضان، احنا عندنا يا جماعة مجموعة من المؤلفين الموسيقيين اكتر من رائعين، يعني عندنا هشام نزيه وعمرو اسماعيل وتامر كروان ومصطفى حلواني وخالد القمار وشادي مؤنس، دولت عباقرة موسيقى حقيقي. يعني احنا بنشهد طفرة من خلال هؤلاء، وخالد حماد طبعا، من خلال هؤلاء العظماء في التتر الموسيقي اللي بيصاحب عملنا. يعني ودولت لازم التتر الموسيقي إن احنا بقى عامل كبير جدا من عوامل نجاح المسلسلات نفسها. الناس بتشوف التترات وتغنيها وتحفظها وتفضل يعني عالقه في اذهانهم وعليه المسلسل كمان. ده طبعا دي البوابه الرئيسيه اللي من خلالها الاولى يمكن بالضبط، البوابه الجاذبه للجمهور. صحيح. ان هو يشاهد اي مسلسل التتر. يعني احنا ياما تترات عالقه في ذهننا، يعني الليالي الحلميه ما زالت عالقه في ذهننا، المال والبنون، الشهد والدموع، وذئاب الجبل، وغيرها من التترات العظيمه اللي ابدعها مجموعه من الموسيقيين. احنا دلوقتي عندنا مؤلفين موسيقيين حقيقي عالميين، يعني وانا بقول لك وانا دارس، فبقول لك ان اللي عندنا، اللي بقول لحضرتك اللي عندنا دلوقتي المؤلفين الموسيقيين دلوقتي عالميين بكلمه بكل معنى لهذه الكلمه. يعني دولت بيضيفوا لكتير قوي للاساتذه، لمشوار الاساتذه عمر خيرت وعمار الشريعي ومحمود طلعت وغيرهم من ومشيل المصري وغيرهم من عمالقه الموسيقى التصويريه في مصر، زي فؤاد الزهر واندريا رايدر ومشيل يوسف ومشيل جورج، كل العمالقه بتوع اللي هم الفوا موسيقى تصويريه عندنا
الآن مجموعة من المؤلفين الموسيقيين لا يقلوا موهبة وغدارة، ودي حاجة تطمن جدا الحقيقة جداً، أنه يبقى جداً دايما جداً بلدنا يعني ولادة زي ما احنا بنقول في كل المجالات. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الفني أحمد السماحي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.